أنا أبوها. تركهم الأب. لو كان فعلاً أب بهذا البيت ما كان تركهم. فتحولت إلى أخت كبرى وأب. شو فيني أعمل يعني أنا؟ أنت واحدة مغرورة. قسوة الظروف حولتها إلى قاسية. لأني أنا بكره الرجال. ولكن حينما يدق القلب تتغير الظروف. أنت شو بدك مني بالضبط؟ بعد نجاح شبكة تلفزيون النهار في عرض المسلسل الهندي فرصة تانية، ينفرد تلفزيون النهار بتقديم المسلسل الحائز على أعلى نسبة مشاهدة. هو بالنسبة لي كل شيء. أختي هتلر في السادسة مساء على تلفزيون النهار.